بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين. تحية تجليل وإقضاء وتقدير لمعالي النقيب العام، نقيبي وأفتخر، نقيب محامين مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، أهلا بك على أرض المنصورة شمالا وجنوبا. السيد العميد شريف خاطر، نشكر معاليك شكرا جزيلا. السادة الزملاء الأفاضل أعضاء مجلس النقابة العامة، شرفتونا وشرفتوا المنصورة، أهلا بكم، نزلتم أهلا وحللتم سهلا. السادة الزملاء والأساتذة، أساتذتي وزملائي وأبنائي من المحامين، أهلا بكم في الدورة الثانية لمعهد المحاماة التي يفتتحها السيد النقيب العام لاتحاد محامين العرب ورئيس اتحاد محامين العرب ونقيب محامين مصر. نتمنى أن يكون اليوم على مستوى اللقاء مع السيد النقيب. شرفتونا وأهلا بكم وشكرا لمعاليكم.